نثبت لاعب الفريق هو كمان كان ليه تعليق على فوز النادي الاهلي على ميدياما، وقال ان هذا الفوز هيريح النادي الاهلي نوعا ما، خصوصا ان الفريق مقبل في الفتره القادمه على العديد من المباريات سواء افريقيا او محليا. تابعوا معانا نشوف كريم قال ايه. الحمد لله، يعني اهم حاجه المكسب ده كان مهم جدا بالنسبه لنا عشان نحسم التاهل من النهارده، عشان انت عارف احنا عندنا ماتشات كتير الفتره الجايه، فيبقى عندنا فتره لو الكوتش يبقى عايز يريح حد في الماتش بتاع يانج افريكان. فالحمد لله ده اهم حاجه المكسب، واهم حاجه ان احنا ادينا ماتش كويس. اللعيبه كلها النهارده كانت رجاله، الجو كان صعب، حتى كمان احنا عندنا مشكله في الطيران، فكل الحاجات دي احنا بس احنا الحمد لله قدرنا نتغلب عليها، فده الحمد لله ده اهم حاجه. يعني الحمد لله الواحد الفتره اللي فاتت بيشتغل بيعمل اللي عليه بيتمرن كويس، والحمد لله يعني ربنا وفقه النهارده وعملنا ماتش كويس الحمد لله. من اللعيبه الكويسه على فكره كريم جدا. يعني وبيستنى الفرصه مع النادي الاهلي، وما عندوش مشكله ان هو ما يلعبش اساسي في مباريات كتير، عادي. ايه المشكله؟ انا بلعب في اكبر كيان في مصر عادي، مفيش مشكله، بس فرصته